نشكر نبرز كده نعدي سريعا على انجاز منتخب السودان اللي في الاول. منتخب السودان صعد من مجموعته طبعا مركز ثاني بعد انجولا اللي كانت واحده من افضل المنتخبات طبعا على مستوى التصفيات. وصعدت مركز اول قدرت تحصل على 14 نقطه. الطريف يا كابتن والعجيب في الموضوع ان كواسي ابيا المدير الفني الغاني واللي الجمهور المصري ليه ذكرى سيئه معاه مش هنذكرها ولا نذكرها عادي بتاعت الكوتوكو لا الستة واحد ستة واحد كان هو المدير الفني الغاني فكواسي ابيا بعد ما مشي بوب رادلي احنا لسه كنا بنتكلم في بوب رادلي انا خلي بالك انا ما انت قلت بوب رادلي افتكرته بس ما رضيتش بالظبط كواسي ابيا كان المدير الفني الغانا كان كواسي ابيا كان لعيب في كتوكو تقريبا كان بدا في انا فاكر كابتن كان كواسي ان لم تخني الذاكره وانا برضو مش متاكد اشتغلوا يا جماعه بسرعه على الاعداد قبل ما نخلص يعني يا رب اطلع صح انا فاكر حضرتك حافظ كتوكو لا انا فاكر كابتن بيني كواسي كابتن بيني ربنا يديله الصحه ربنا يديله الصحه يا رب منتخب السودان قاد منتخب السودان بعد رحيله عن منتخب غانا وللصدفه بتجمع المجموعه بين منتخب غانا ومنتخب السودان وبيقدر يحصل من منتخب غانا منتخب بلده على اربع نقاط فاز وتعادل ويصعد منتخب السودان لأمم أفريقيا وتتزيل غانا المجموعة. نعم. في رقم تاني لمحمد مصطفى بمناسبة إن إحنا حارس الأهلي عمل هو الحارس الوحيد مع منير المحمدي حارس منتخب المغرب اللي ما دخلش فيهم أهداف، يمكن منير لعب مباراتين فقط لكن محمد مصطفى شارك في خمس مباريات أربع مباريات وشوط لم تتلقى شباكه أي هدف. حارس المريخ لما تصعد للمريخ كان حارس رابع خرج إعارات بعدها كتير محمد مصطفى ورجع حارس مميز جدا عامل خد الأربعة في النيجر تقريبا ابو 20 هو بالمناسبه هو لعب في المريخ بعد ما رحل ابو 20 من المريخ للهلال يعني هو دخل بقى وخد فرصه وبدا يشارك مع منتخب مع فريق المريخ. عمل كابتن رقم اعجازي في مباراه غانا كان عنده سبع تصديات منهم ست تصديات من داخل منطقه الجزاء منهم كره في اخر ثانيه ما لهاش حل يعني حارس مرمى كان يستحق ان احنا نلقي عليه الضوء باعتبارنا مع اهم حارس مرمى طبعا كابتن شوبير وبرنامج حارس الاهلي يعني بنبارك لك يا عم بنبارك لك يا زول محمد مصطفى لا من الحراس الجديد طلع كويس ابيا كان بيلعب في كتوكو زمان ايوه شجاع هو مستني متاخر الحلقه عشان ايوه كده